حاجات تتحس وما تتقلش، وإن جيت أطلبها أنا مقدرش، ولو أنت عملتها بعد ما أنا أطلبها يبقى ما ينفعش. في حاجات تتحس وما تتقلش، توجع في القلب وما بتبنش، وافضل على طول تعبان ما بين طبق لك، ولا ما اقولكش مقدرش اقولك غير كل طريقة حبك لي، وهديت ورديت وتعود. مش معنى كده انك على طول تحسبني اني استسلمت، وساعات بتحس اني زهقت مع اني بخبي اني تعبت. ما توصلنيش يا حبيبي اقول ده، يا ريتني يا ريتني اتكلم. مقدرش اقولك غير كل طريقة حبك لي، I'm sorry.